بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن هذا الشهر وهو شهر رجب شهر حرام، من الأشهر التي عظمها الله سبحانه وتعالى وبين تعظيمها في كتابه العزيز، حيث بين الله سبحانه وتعالى أن عدة الشهور عنده 12 شهرا، وهذا مذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى جعل منها أشهر الحرم، منها هذا الشهر الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف ثواب الأعمال فيه، كما أنه ضاعف ما يترتب على الجزاء على السيئات فيه. فقال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن عدة الشهور عنده 12 شهرا، منها 4 حرم، بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته عندما خطب الناس في حجة الوداع، فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ورجب مضر، أي ورجب الذي تعظمه مضر. فهذه هي الأشهر الحرم، والزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ذلك أن الكفار كانوا ينسؤون هذه الأشهر، أي يؤخرونها، فكانوا يجعلون المحرم في صفر وغير ذلك من الأشهر التي يرحلونها، فالزمان كان غير منضبط قبل حجة الوداع، وذلك لأنهم كانوا يعبثون في الأشهر الحرم حتى يتسنى لهم أن يغيروا على الناس أو يقاتلوا في هذه الأشهر الحرم، فإنهم يؤجلون الشهر الحرام من شهر إلى شهر حتى صارت الأشهر ليست في مواضعها. قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، أي أن هؤلاء كانوا ينسؤون هذه الأشهر فيرحلونها، فقال الله عز وجل: إنما النسيء
المسيح زيادة في الكفر، لأنه اعتداء على شرع الله سبحانه وتعالى على دينه، وكل اعتداء على الشرع أو على الدين أو تبديل لغير دين الله سبحانه وتعالى أو تفضيل لتشريع على شرع الله عز وجل إنما هو كفر وزيادة في الكفر. فإن الله عز وجل يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فيصيرون بعد ذلك ممن يحل ما حرم الله. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالله سبحانه وتعالى بين أنه ليس الإنسان الذي يقول أن هذا حلال ولا هذا حرام، وليس كذلك الجان، وإنما أمر الحل والحرمة إنما هو في كتاب الله عز وجل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. أي أنه لا يجوز لامرئ أن يتجرأ على المحرمات فيقول هذا حلال أو هذا حرام، وإنما عليه أن يدين بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعجب العجاب أن نسمع الصيحات التي تنادي بحل القروض الربوية التي هي ظاهرة في الربا، لأن كل قرض جر نفع فهو ربا، كما جاء في القواعد الأصولية التي أصلها العلماء والمبنية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الربا إنما هو فضل زائد عن المبلغ أو عن القدر الذي تم اقتراضه، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إن الذين يقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي أن البيع وإن كان مترتب عليه ربح ففيه ضمان يساوي هذا الربح، أما الربا فليس فيه الضمان فحرمه الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز بعد ذلك أن يقال أن هذا نحتاج إليه، وأن هذا إنما هو يدعم اقتصاد البلاد، فإن الربا لا يمكن أن تقوم للأمة به قائمة، لا للدولة ولا للأسرة ولا للفرد، كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي ليس لهم قائمة إذا ما تعاملوا بالربا. وقال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي أن هذا الربا لا يمكن أن يترتب عليه بركة، ولا يمكن أن يترتب عليه نمو، ولا يمكن أن يترتب عليه سد حاجة وفاقة، وإنما هو ضياع للبلاد وضياع للعباد. وتسمية الأشياء بغير اسمها كتسميتها بالفائدة أو الربح أو غير ذلك لا يغير من حقيقتها شيئا، فلا ينبغي أن نحل ما حرم الله أو أن نحرم ما أحل الله أو نفتئت على الله عز وجل فنشرع تشريعات تكون مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما حسب أهوائهم، فهم في الحقيقة يعبدون الهوى،
ولا يلتزمون الشرع، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي يركب ما يشتهيه، يركب ما يهواه، ليس له ضابط من شرع ولا دين ولا أخلاق، وإنما هو يضبط نفسه بحاجته، يضبط نفسه بمصلحته، ويجعل المصلحة هي الغالبة على كل أمره، وحيثما كانت مصلحته فيكون هو الشرع، أو ربما مصلحة حزبه أو جماعته أو غير ذلك، ليس مصلحته الشخصية فقط. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الكفار: لما وقع قتال في الشهر الحرام، أي في شهر رجب، في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، عندما قتل رجل من المشركين في أول الشهر، وكان يظن أن الشهر الذي قبله لم ينقضي، فقتل رجل من المشركين، فأذاع المشركون ذلك واليهود، وأخذوا بأبواقهم يقولون: استحل محمد الشهر الحرام، واستحل حرمات الله، وهم واقعون في أعظم الحرمات، لكنهم أرادوا أن يشغلوا على أهل الإسلام، وهذا دأبهم وديدنهم في كل زمان وفي كل آن. فأنت تجد أبواق الإعلام إنما تذيع كل خطيئة ولو كانت يسيرة وقعت من فرد من أفراد الاتجاه أو التيار الإسلامي، فإنهم يشيعون ذلك، وإن كانوا لا يعتقدونها ولا يقولون بها ولا يروجون لها، أي أهل الإسلام، لكن إذا وقع خطأ من أفرادهم أذاعوا به وقالوا: هؤلاء هم الإسلاميون ويفعلون كذا وكذا، وهل هذا من الإسلام؟ هذا نمط متوارث. ولذلك يقول الله عز وجل: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يحملون هذا الأمر، يسألونه عن الشهر الحرام قتال فيه: هل يجوز يا محمد عليه الصلاة والسلام أن تقاتل في الشهر الحرام؟ وهل هذا من الشرع؟ وهذا من الدين؟ وهذا مما أباحه الله؟ تكون المذيعة بالغة التبرج والزينة ومتعطرة، وتجلس مع الرجل تقول: هل ما يفعلونه من الإسلام؟ وهل ما أنت عليه من الإسلام؟ ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه قبل أن يلوم على غيره، وهذا كثير من قليل، فإن من أكثر الناس والعياذ بالله أنه ينظر إلى عيوب الناس ولا يرى العيب الكبير الذي فيه، فيرى العيوب الصغيرة جدا يراها في الناس، وربما يذيع ذلك، وربما يشيعه، وربما يغتاب هؤلاء الناس على ما وقعوا فيه، وهو أمر صغير، وهو على أمور كبيرة ربما لا يكون فيها على ملة الإسلام. فيقول الله عز وجل: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل يجوز القتال فيه؟ قل: قتال فيه كبير، أي قل يا رسول الله: القتال في الشهر الحرام أمر كبير، أمر يغضب الرب سبحانه وتعالى ويسخطه، أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، أمر يترتب عليه إثم كبير، هذا الأمر يترتب عليه إثم كبير، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أمر في هذه الآية، وهو أن الإثم لا يترتب إلا على العمد، أما إذا كان على الخطأ أو التأويل أو النسيان أو غير ذلك فإنه لا يترتب عليه الإثم. الإثم في الشرع الحنيف لا يترتب إلا على العمد، أي أن يفعل الإنسان هذا الأمر متعمدا ويكون هذا الأمر مخالفا لكتاب الله، أما إذا فعله جهلا أو فعله خطأ أو فعله نسيانا أو فعله مكرها فإنه لا يعاقب على ذلك. فإن كان يتعلق بحقوق الآدميين كان عليه العوض في ذلك وليس عليه إثم عند الله، وإن كان الأمر فيما يتعلق بينه وبين الله فإنه ليس عليه إثم وليس عليه شيء. أما حقوق الآدميين فهي حقوق معظمة،
أي أن الإنسان لو صدم سيارة غيره خطأ وهو لا يقصد ذلك ولا يعمد ليس عليه إثم، لكن عليه أن يعيدها إلى حالتها التي كانت عليها وأن يدفع عوضا على ذلك، لأن هذا حق للآدمي وهذا الحق لا يسقط بالعمد ولا بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالإكرام، ولكن الحق الذي بينك وبين الله هذا يسقط بهذه الأشياء، ويسميها العلماء عوارض الأهلية، أي أنه اعترض الأهلية عارضا صار فيه غير أهل للتكليف فإنه لا يعاقب على ذلك. وأما فيما يتعلق بحقوق الآدميين وهذا فيه تعظيم الإسلام للملكية الخاصة، وأن الملكية الخاصة ملكية محترمة في شريعة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر كذلك فإن عبد الله بن جحش ليس عليه شيء من الإثم، أي أنه عند الله عز وجل مبرأ، ولكن هذا الأمر عظم على المسلمين فإنهم يعظم عليهم هذا الأمر حتى لو فعلوه خطأ أو نسيانا أو جهلا، فإنهم ينظرون إلى عظم الجرم لا إلى الإثم المترتب عليه، أي حجم الإثم المترتب عليه. وكانت القاعدة هذه هي التي تحكمهم، لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة الله، وأنك خالفت أمره حتى لو لم يترتب إثم عليه كان ذلك عندهم عظيما. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي أنتم تفعلون أربعة الواحدة منهن أعظم مما وقع في الشهر الحرام. وكما قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي والشرك أكبر من القتل، الفتنة الشرك، فالشرك أكبر من القتل، فأنتم مشركون وكفار وتصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا وتجلون أهل الحرم عن الحرم وتمنعونهم من الوصول إلى الحرم، وكل ذلك من أعظم الكبائر، بل هو من الكفر والشرك بالله سبحانه. فإن ما فعله عبد الله بن جحش حتى لو كان عامدا فإنه يدخل في حيز المعصية ربما يكون كبيرا، لكن الشرك والكفر أكبر من كل الكبائر، إن أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرك أفضل الظلم وأقبح القبيح، لكونه تنقص لرب العالمين وصرف خالص حق الله عز وجل لغيره ومساواة غير الله بالله سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه بين ربنا سبحانه وتعالى أن ما يقع فيه هؤلاء أعظم بكثير مما وقع فيه عبد الله بن جحش، بل في الحقيقة عبد الله بن جحش ليس آثما عند الله سبحانه وتعالى لأنه لم يتعمد ذلك. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه قاعدة بينها الله سبحانه وتعالى، أن الكفار لن يكفوا عن مقاتلتنا، ولن يكفوا عن الكيد لنا، ولن يكفوا عن المكر بنا، وأنهم لا يزالون يعدون الخطط التي يخططونها لقتل أهل الإسلام، لقتل أهل الإسلام والقضاء عليهم وإزالة هذه الملة من الوجود، وهيهات هيهات أن يستطيعوا ذلك، لكنهم يخططون ويأملون ويسعون إلى ذلك ويعدون العدة للإجهاز على المسلمين. فينبغي أن يكون في المقابل أن المسلمين يكونون على حذر منهم وأن يعدوا العدة كما بيّن الله سبحانه وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، حتى لو لم تقاتلوا
فإنكم تحبون عدو الله بحيث لا يتجرأ عليكم، بحيث لا يدخل إلى حدود المسلمين، بحيث لا يعبث في مقدرات أهل الإسلام، بحيث لا يعبث في بلادهم، لا يتحكم فيهم لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا تشريعيا، ولا كذلك يتحكم فيهم ويملي عليهم إرادته بحيث تكون إرادة المسلمين تابعة لإرادة الكفار والمشركين كما هي التبعية للأمريكان وللصهاينة وغير ذلك عبر عصر طويل، ولا يزال لم نتحلل من ذلك إلى الآن. ما زالت هناك تبعية أن تكون الإرادة الإسلامية تابعة لإرادة المشركين، فتكون القرارات الصادرة إنما هي قرارات متوافقة مع ما يريده هؤلاء، بل لا يصدر القرار إلا بأوامر من الغرب أو بأوامر من الشرق، وكل هذا إنما هو ضعف في القوة الإسلامية التي هي لم تعد العدة بعد حتى تكون قوية ترهب عدو الله بحيث لا يجرؤ أن يملي إملاءات على أمة الإسلام كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هناك من يقول أن هؤلاء الكفار لا يريدون بنا شرا وأنهم إخوة لنا وأنهم كذا وكذا وكذا، فالله سبحانه وتعالى يبين أنهم لا يرضون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى أي أنه الرضا لا يحدث إلا إذا حدث ما بعد حتى. فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. فهذا بينه الله سبحانه وتعالى أن سعيك إلى مرضات الكفار لن يحدث إلا إذا كفرت وصرت على ملتهم، وبالتالي أنت إذا كنت عاقلا لبيبا فينبغي أن تسعى إلى مرضات الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء ومقادير كل شيء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فإنك إذا رجعت إلى الله وأويت إليه واعتصمت به فإن الله سبحانه وتعالى يقويك ويأويك وينصرك على عدوك ويثبتك ويسددك وتكون معية الله عز وجل معك. فهذا الأمر لا بد أن يكون بين. فهذا قول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وهذا يبين أن الحرب بيننا وبين الكفار حرب دينية وليست حرب على الثروات كما يحاولون، أو حرب على الأرض كما يحاولون تصوير ذلك، وإنما هي حرب دينية. وصرح قادتهم بذلك بأنها حرب صليبية، وأنه هناك عدو قابع في الجنوب، هذا قاله بعض قادتهم كما قالت تاتشر التي كانت رئيسة وزراء إنجلترا لما قيل لها لماذا إنجلترا ما زالت تدشن الأسلحة الكثيرة في مخازنها بعد أن انتهت الحرب الباردة مع الشيوعيين في الشرق ولم يكن هناك عدو كبيرا لهم، قالت لا يزال لنا عدو قابع في الجنوب، أي لا زال لنا عدو قابع في الجنوب هو المسلمين، أي دولة الإسلام التي هي في الجنوب أي جنوب البحر المتوسط وهم في شماله. وهذا الذي قاله بوش عندما أعلن الحرب على العراق، قال إنها حرب صليبية، إنها حرب صليبية، الكلمات تقع من أفواههم ويفضحهم الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف ما أسر عبد سريرا إلا أجراها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإن السريرة عندهم أن الحرب موجهة إلى الإسلام، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. أنكم لا بد أن تثبتوا على دين الله عز وجل مهما كان الثمن ومهما كانت الفتنة، لأن الارتداد عن دين الله عز وجل كفر به، وكذلك يحبط العمل، وكذلك يجعل لك في الآخرة أسوأ الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فأولئك حبطت أعمالهم
أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم نار جهنم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الأشهر الحرم كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه تعظم فيها الأعمال ويعظم فيها أجر هذه الأعمال. فقال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي ذلك الدين القويم المستقيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تقعوا في المعاصي في هذا الشهر، فإن المعاصي في هذا الشهر أعظم من المعاصي في غيره، لأن الله أكد على عدم المعصية فيه، مع أن المعصية لا تجوز في أي وقت سواء في هذا الشهر أو في غيره، ولكن التأكيد عليها هنا في الأشهر الحرم لمعنى جديد، وهو أن الثواب المترتب على الطاعة ليس كالثواب المترتب على الطاعة في غير هذا الأشهر، وكذلك الوزر المترتب على المعاصي في هذا الشهر ليست كالأوزار المترتبة على المعاصي في غيره من الأشهر. وهذا لأن ثواب الأعمال أو الأعمال إنما ثوابها يضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل، فإذا كان المكان شريفا كان العمل مضاعفا، وإذا كان الزمان شريفا كان العمل مضاعفا، وإذا كان العامل شريفا كان العمل مضاعفا. والعامل الشريف هو العامل الذي بلغ تقوى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان يعمل العمل فإنه يضاعف له. فهذا الشهر الكريم من الأشهر الحرم التي يضاعف فيها الأعمال، فينبغي أن يحرص المرء على الإكثار من الصيام والإكثار من الصلاة والإكثار من الصدقة، ويسميه العلماء شهر الغرس، أي أن هذا الشهر إنما يغرس فيه الحب، وأن شعبان شهر السقيا، وأن رمضان شهر الحصاد، أي أنك لم تبلغ رمضان موفقا مسددا إلا إذا كان لك قبل ذلك من الأعمال في هذه الأشهر تستعد بها وتتأهب لهذا الشهر الكريم الفضيل، وهو شهر رمضان الذي ضاعف الله عز وجل فيه ثواب الأعمال. والله عز وجل يقول في كتابه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالعبد إذا أراد أن يخرج إلى أمر مهم فينبغي أن يعد العدة، ونحن إذا كنا نتأهب لشهر رمضان نرجو فيه توفيقا وسدادا، فينبغي أن نتأهب من الآن وأن نغرس غرسا نحصده في رمضان، نحصده توفيقا وتسديدا وإعانة من الله سبحانه وتعالى. فإن العبد لا يمكن أن يطيع الله عز وجل إلا بعون من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي لا يمكن للعبد أن يهتدي إلا إذا هداه الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فنحن نحتاج إلى أن نغرس غرسا في هذا الشهر نجنيه في شهر رمضان توفيقا وتسديدا وإعانة من الله سبحانه وتعالى على الطاعة، وهداية من الله سبحانه وتعالى، وإصلاحا لأنفسنا حتى يتسنى لنا أن نقيم عبادات وطاعات في شهر رمضان تكون مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الشهر الفضيل أيضا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، فقال: وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا البيت إنما يفتح، وأنه يفتح لأهل الإسلام، وأنهم يصلون فيه، وأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وذلك لشرف المكان، فإن الله بارك فيه وبارك حوله كما بين الله سبحانه وتعالى في الآية. فمسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتحه عمر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس سنوات، وفتحه بنفسه صلى رضي الله عنه. وذلك أنه عندما حوصر بيت المقدس خرج البطريرك الكبير فقال: لن نسلم لكم بيت المقدس حتى يأتي الأمير. فأتوا لهم بأمير الجيش، وكان أبو عبيدة بن الجراح، فقالوا: لا، الأمير الأكبر عمر بن الخطاب. فجاء عمر رضي الله عنه على بغلة ومعه غلام، وكانت الدابة واحدة، وكان يتناوب مع غلامه، تارة يركب هو وتارة يركب غلامه. فلما دنا من المسجد الأقصى كانت النوبة نوبة الغلام، فدخل على الناس وهم يستقبلونه، كبار الصحابة رضي الله عنهم، على رأسهم أبو عبيدة أمين هذه الأمة والمبشر بالجنة. فلما رآه أبو عبيدة انكب على يده يقبلها، فانكب عمر على قدمه يكبر يقبلها، فنزع هذا فنزع هذا، أي نزع عمر يده، فنزع عمر رضي الله عنه رجل تقبيل قدم أبي عبيدة رضي الله عنه. فلما نظر أبي عبيدة إلى عمر رضي الله عنه وهو عليه ثياب مرقعة وبغلة وقد خاض في المخاض برجليه حافيا القدمين، فقال: يا أمير المؤمنين، لو رآك هؤلاء العجم، أي أنهم ربما يستهينون بك لما رأوا من ملوك فارس وملوك الروم. فقال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعته ضربا، إن الله أعزنا بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في دين الله أذله الله. فخرج له البطريرك الأكبر، فلما رأوه سجدوا له، أي لعمر رضي الله عنه، والغلام على البغلة، وعمر آخذ بمقود البغلة يسحبها للغلام. فلما رأوا ذلك سجدوا له، فقال الغلام: قوموا، لا ينبغي السجود إلا لله سبحانه وتعالى. فبكى البطريرك الأكبر، فقال له عمر: يواسيه، لا عليك، فإن الدنيا دواليك، يوم لك ويوم عليك. فقال له: ظننتني أبكي على الدنيا؟ لا والله ما بكيت عليها، وإنما وجدت في كتبنا أن هذه الدولة التي كنت أظنها صفحة في التاريخ تطوى أنها أمة جاءت لتبقى، أي أن هذه الأمة وجد في كتب أهل الكتاب أن هذه الأمة ليست صفحة في التاريخ تطوى، وإنما هو أمة جاءت لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس، ولا يزال في يد المسلمين حتى جاء الصليبيين بعد 491 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليحتلوا بيت المقدس، ويضع القمامة والخنازير في قبة الصخرة وفي المسجد، ورفع الصلبان على أسوار بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى. وظل في يد الصليبيين 92 سنة مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الدولة في ضعف في أيام كان الشيعة يسيطرون على كثير من بلاد المسلمين، لم يفكر الشيعة يوما في أن يحرروا بيت المقدس. هؤلاء
الكذبة الأفاكين الذين يدعون أنها أن مسجد الأقصى إنما هو في خاطرهم، فهم لا يعظمون المسجد الحرام ولا يعظمون المسجد النبوي، بل في دينهم أنهم يهدمون المسجد الحرام ويهدمون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبوا، حتى يحولوا الحج إلى كربلاء، وأن يكون هذا الحج متوجه إليهم وليس إلى البيت الحرام، وهم في حقيقة الأمر لا يستقبلون البيت الحرام. هؤلاء الكذب الأفاكين الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الأقصى أو أنهم يحضرون لتحرير الأقصى، هم في الحقيقة يحضرون لاحتلال بلاد أهل السنة، سواء كانت من بلاد الشام أو العراق أو كانت من بلاد فارس أو كانت من بلاد الخليج العربي، فإن هذا ما يسمى بالمثلث الشيعي الذي يريدون احتلاله ثم تكون المكافأة لهم مصر، ويساعدهم على ذلك أناس ينتسبون إلى التيار الإسلامي وهم على السلطة، يفتحون الأبواب والنوافذ لدخول هذه الجراثيم وهذه الطواعين وهذه الأمراض الخبيثة إلى جسد الأمة السنية حتى يفتك به، وهذا ربما يكون مقابل دراهم معدودة يظنون أنها تخدم اقتصاد البلاد أو ترفع من شأن العباد. كذبوا والله، ما جعل الله عز وجل من بركة في حرام، وأن الثواب وأن الأجر المترتب على السياحة الحرام من سياحة الشرك والوثنية وتقديس العتبات والمساجد والقبور وغير ذلك، إنما هذا أعظم حرمة من الأجور المترتبة على سياحة العراة والرقص وغيره، لأن الشرك أعظم ذنبا من الوقوع في معصية من المعاصي. فإن هؤلاء لم يشاركوا يوما عندما كانت دولة الشيعة تمتد من المغرب إلى مصر وجزء من بلاد الشام، وهي دولة العبيدية، وكانت دولة النصيرية كانت موجودة في البلاد في سوريا في طرسوس وفي اللاذقية وبنياس، فعندما كانت دولة القرامطة موجودة في البحرين وموجودة في الإحساء والمنطقة الشرقية، وعندما كان الحشاشين في بلاد ما وراء النهر، وعندما كانت دولة البوهيون ودولة الصفوية في إيران وغيرها، كانت دول في هذا الوقت، لكنها كانت دول شيعية لم تفكر في محاربة الصليبيين، بل كانت عونا على أهل السنة، وكانوا يقاتلون مع الصليبيين، وكانوا يعدون المؤامرات للقضاء على أهل السنة، بل ساعدوا البرتغاليين لكي يحكم من رأس الرجال الصالح إلى البحر الأحمر لضرب مكة بالمدافع والمدينة كذلك، حتى جاء سليم الأول هذا القائد العثماني الذي دخل مصر وأمن البحر الأحمر وأمن بلاد الحجاز. إن خيانات الشيعة عظيمة عبر التاريخ، وهم وبال على أهل السنة، وكذلك هؤلاء لا يفك، كانت الاحتلال في زمن كانوا يسيطرون فيه على كثير من بلاد المسلمين، حتى هب هذا الشاب السني الذي تربى في بيت القائد العظيم نور الدين محمود ابن زنكي آق سنقر، وكان أبوه آق سنقر ممن بدأ القتال ضد الصليبيين في بلاد الشام، ثم جاء نور الدين محمود فأكمل المسيرة وربى في حجره صلاح الدين إلى 91 سنة. عندما ولد صلاح الدين كان المسجد الأقصى قد بلغ احتلاله ما يقرب من 50 سنة، فولد صلاح الدين لهذه المهمة، فبعد 92 سنة من احتلال المسجد الأقصى هب صلاح الدين من مصر ومعه جند الشام لتحرير بيت المقدس، فقاتله في حطين موقعة يشهد لها التاريخ، كتبت بماء الذهب في تاريخ المسلمين كما كتب اسمه واسم نور الدين محمود بماء الذهب، يعرفه القاصي والداني، الكبير والصغير، المؤمن والكافر. صلاح الدين الأيوبي خلد في التاريخ بأنه كان مطيعا لله عز وجل عابدا، قبل أن يكون قائدا مغوارا كان عابدا لله عز وجل، كان يقيم الليل ويقرأ القرآن ويستمع حتى أثناء المعركة
إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على طاعة عظيمة لله عز وجل، فحرر بيت المقدس حرر بيت المقدس في يوم 27 من شهر رجب، في يوم 27 من شهر رجب، في اليوم الذي يزعم الناس أنه أسري فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل، وكان يوم جمعة، فلما دخل بيت المقدس أراد أن يصلي الجمعة فوجد فيه الخنازير والصلبان والقنامة ملأته، لأن هؤلاء يعني النصارى لا يعظمون المسجد الأقصى، وإنما اليهود يعظمون المسجد الأقصى لما يدعون أن فيه حائط المبكى، المبكى الذي هو حائط البراق عند المسلمين، فإنهم يقولون أنه حائط المبكى فيعظمون هذا المكان، لكن النصارى لا يعظمون المسجد الأقصى، فوضعوا فيه الخنازير وجعلوا فيه استقلات للخيل وجعلوا فيه القنامة، وأخذ صلاح الدين يطهر المسجد، ثم بعد ذلك غسله بماء الورد وطيبه وعلق القناديل وفرش السجادات، ثم نودي للصلاة في يوم الرابع من شعبان سنة 583 من الهجرة النبوية الشريفة، وبعد 92 سنة من احتلال الصليبيين لبيت المقدس، ثم رفع الأذان فانخلعت القلوب من الأبدان وذرفت العيون بالدموع وفرشت السجادات وكثرت السجادات وعلقت القناديل وتلي التنزيل وأحق الله الحق وأبطل الأباطيل وخطب بالجمعة، فقالوا فيها أن الله سبحانه وتعالى قد أعز وأذل، قد أعز أهل الإسلام وأذل أهل الشرك والطغيان، ولا يزال المسجد الأقصى في أيدي المسلمين حتى حدث هذا الضعف، حدثت النكبة سنة 1948 واحتل اليهود جزءا كبيرا من بلاد المسلمين، لكن المسجد الأقصى كان لا يزال تحت الإدارة الأردنية إلى عام 1967 فحدثت النكسة، واحتل الإسرائيليون معظم البلاد التي حولهم، واحتلوا ضعف ما هو واقع تحت أيديهم من الأراضي، فاحتلوا 77.4% من الأراضي الفلسطينية، كما احتلوا سيناء والجولان والضفة، كذلك من الضفة الشرقية من الأردن وغيرها، ثم وقع بيت المقدس في أيديهم وبدأ التهويد بإزالة الآثار الإسلامية وإزالة الأحياء الإسلامية وتحذير المسلمين من القدس وإزالة المقابر وبناء المساجد عليها، ثم أشعلوا النار في المسجد الأقصى لإحراقه وللقضاء عليه، واليوم يحفرون تحته حتى أنه إذا حدثت هزة بسيطة يسقط المسجد الأقصى، فالحفريات تحته بالكامل تحت المسجد الأقصى، ثم اعتدوا عليه بالدخول أكثر من مرة، وقتل المسلمون وهم يدافعون عن مسجدهم الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدس لنا، لأن الذي بناه هو إبراهيم عليه السلام، بناه بعد بناء الكعبة 40 سنة، كما صح ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المساجد بني أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. كما بنى إبراهيم عليه السلام البيت الحرام بنى المسجد الأقصى، بنى هذا المسجد الأقصى الذي يدعون أنه لهم. أن هذا البيت لنا لأن الله عز وجل يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، أي أن الذي هو أولى بإبراهيم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وتأكد هذا عندما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى، صلى بالأنبياء جميعا كلهم تبع له، وهذا يدل على أنه جاء لاستلام ميراث الأنبياء جميعا، وأن ميراث جميع الأنبياء إنما آل لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولأمته من بعده، فكان هو القائد المقدم وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام قبل أن يعرج به إلى السماء. فهذا الذي بناه يدعون أن داود إنما بنى هيكلا وأن سليمان بناه وأنه نقض بعد ذلك، لا يوجد هيكلا وأن ذلك كله مزعوم، وإنما الذي يوجد والذي هو حقيقة إنما هو المسجد الأقصى الذي هو ملك لأهل الإسلام. فإنما عندما دخلنا البيت الحرام، دخلنا المسجد الأقصى في السنة 15 من الهجرة النبوية الشريفة، كان الرومان هم الذين يحتلون بيت المقدس. الرومان النصارى كانوا هم الذين يحتلون بيت المقدس، ونحن أخذنا ذلك من الرومان، وبقى ذلك في أيدينا أكثر من 1300 عام، والمسجد الأقصى في أيدي المسلمين. حتى عندما احتله الصليبيين احتلوه 92 سنة، وتم تخليصه بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهذا البيت بنى منذ أكثر من 1300 عام، وهو قبل ذلك للأنبياء الذين نحن ورثة جميع الأنبياء. وما يدعى من أن هناك هيكل كل ذلك أمر مزعوم، لقد حفروا في القدس كلها ولم يجدوا أثرا لهم، لأن إقامتهم كانت إقامة متقطعة ولم تكن إقامة دائمة، ولم يبنوا حضارة في أرض في هذه الأرض الفلسطينية. فإنهم عندما خرجوا منها وأراد موسى أن يدخلها لم يدخلوها مع موسى عليه السلام، حتى أرسل الله عليهم التيه فتاه في صحراء سيناء 40 سنة مات فيها موسى وهارون. ثم أن يوشع بن نون بعد ذلك خرج إلى بيت المقدس، فدخل بيت المقدس وكان مخربا مدمرا، فأعاده الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاء بختنصر هذا القائد الفارسي الذي خرب هذه المدينة وشردهم وأسرهم، ثم جاء الرومان من بعد ذلك فخربوه لهم واحتلوا هذا البلد حتى أخذناه نحن من الرومان. لم تكن لهم إقامة دائمة، بل هذه كانت لأهل كنعان الفلسطينيين الذين هم كانت لهم إقامة دائمة في أرض فلسطين، وأن إقامة اليهود كانت إقامة طارئة وأنها كانت إقامة متقطعة، ولم يذكر أن لهم حضارة في أرض فلسطين، ولذلك لم يجدوا شيئا على عبر الحفريات التي حفروها في كل القدس، لم يجدوا في ذلك شيئا، وهذا يدل على كذبهم. ولكن العجب العجاب أن الصيحات التي كنا نسمعها في العهد البائد من أن هناك ينبغي أن يكون هناك زحف وتحرير لبيت المقدس، أن هذه الصيحات أخرست، هذه الصيحات أخرست اليوم، وأنها ليست هناك صيحة تنادي. بل العجب العجاب أننا لم نسمع استنكارا ولا استهجانا من السلطة القائمة التي تدعي أنها سلطة إسلامية صاحبة مشروع إسلامي، لم نسمع لهم صيحة تستنكر أو تستهجن الاعتداء على المسجد الأقصى. ثم نرى أن السلطة الحاكمة تقيم مظاهرة عند الأزهر، أنتم الحكومة، أنتم القائمين على السلطة، أنتم تستطيعون سحب السفير وطرد السفير الإسرائيلي، تستطيعون اتخاذ موقفا دوليا وتصريحا واستهجانا. حتى الذي كنا نسمعه في العصر البائد من هذا الاستنكار شديد اللهجة وخفيف اللهجة، وكنا نستهزئ به، حتى هذا لم نسمعه. سمعنا ذلك عند الاعتداء على غزة، فترفض مباشرة رئيس الوزراء ومعه الوزراء، وكانت هناك وقفة، الناس ربما يعني أعجبتهم هذه الوقفة، لكن هذه الوقفة كانت مع الإسلام أم مع حماس؟ لأنهم ينضمون إليهم في جماعة واحدة، وأن ذلك لم نراه عندما هدد الأقصى الذي يمثل، هذا الأقصى الذي يمثل قلبا ساكنا في كل رجل مسلم في العالم كله. القلب هذا ينزف، القلب هذا جريح وهو ينزف ويتألم كل الألم لما يحدث في المسجد الأقصى. ولكن هل هذا لم نعره اهتماما لأن هذا لا يشغلنا أو لا يشغل جماعتنا أو حزبنا؟ هذا
أن هذه النظرات الحزبية المقيتة الضيقة هي التي ستؤدي إلى تفريق هذه الأمة وضياع مقدساتها على أيدي أناس ينتسبون إلى الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا قدسنا وأن يمكننا من الصلاة فيه قبل الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شدد شملهم وفرد جمعهم، واجعل كلمهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في المسجد الأقصى نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم دمر اليهود تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم ارفع عنهم الحصار. اللهم مكنهم من رقاب خصومهم يا رب العالمين. اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم ارحم الأطفال اليتامى والنساء الأرامل والأمهات الثكالى. اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم، واغفر تقصيرنا نحوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.